جدا أنهم تحت أنظار مدربهم الجديد يحاولون تقديم كل ما لديهم من إمكانات. وكرة خطيرة كان يا الله يا ثابتة. يا سلام يا سلام على كرة إبراهيم ماجد. هذه كرة من خلال هذه المخالفة هل توجد عملية تسلل أم لا؟ أعتقد ضد مرماه، أعتقد ضد مرماه. هذه بنيران صديقة، بنيران صديقة يا مؤيد يا شنان. كرة كانت أيمن، نقلة إلى الأمام بن يبطو وارتقاءه، طالت هنا الاقتراب، قد يتحدث الوكرة كما ذكرت لكم بهذه الكرة، قد ينطق الوكرة بهذه المواجهة بهذه اللحظات. هنا الأول قادم، 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 يا الله يا الله. وإن كانت الأفضلية نسبية لعناصر الأهلي، إلا أن كرة القدم لغتها الأهداف، والوكرة يتحدثون الآن، الوكرة يسجلون الآن. لاحظ هنا العرضية طالت، وبعد ذلك طلال منير، طلال أو عفوا خالد منير، خالد ببحث بمرورة بتقدمه، أخذ مساحة القائم الأيسر وقف بوجهه، إلا أن عمر علي، إلا أن عمر علي بتمركز أرسلها إلى الشباك. وبالتالي لدينا كرة ثابتة الآن من الطرف الأيسر، وهي المخالفة الثانية. طبعا الأول مخالفة ارتكبها فريق الأهلي، وهذه المخالفة التي يرتكبها فريق الوكرة. قادري يستعد، قادري، ولكن تترك للدوكاني، الدوكاني وصلت كرة للتعادل. ماذا يقول المساعد الأول؟ قال بأنها تسلل، رفع رايته، ولكن إن كان هنالك هدف صحيح فسيأتي لنا به الفار، سيعيده لنا الفار. لاحظ وتابع، راقب، لا عيني، لا لا يا بلا، سيأتي الفار بقرار جديد ويقول بأنه هدف، لأن محمد خالد كان كاسرا للتسلل بقدمه اليمنى. نعم أيها السيدات والسادة، وصلت بهذه إلى نقطة الانطلاق وسيقول بأنه هدف، يقول أنه هدف. نعم أيها السيدات والسادة، هكذا رأينا وهكذا شاهدنا بالإعادة، تابعنا. والطيهي قلت لكم سيحتفل هنا، القدم الأيمن، اليد مع القدم لا تحتسب، اليد ليست بالتسلل على الإطلاق خارجة أو ليس. استلام لعمر سيكو، تغيير الاتجاه من الجانب الأيمن، انطلاق عن طريق عبد الرشيد، والعطية الثاني 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 الثاني. يا الله يا الله يا الله، يعوض ما أهدر قبل قليل ويسجل الثاني للأهلي. العميد العميد الأخضر يا أبا الأخضر عيني. لاحظ الانطلاق من الجانب الأيمن، يضاعفون النتيجة، يقلبون الطاولة. قلتها وأكررها بأن هذا الرجل عبد الرشيد، عندما تكون الكرة بأقدامه عليك أن تنتظر شيئا جديدا. والتمرير إلى نويد، نويد يا عيني. صد نقلة إلى التعادل، إلى التعادل، إلى التعادل. يا الله يا الله، ينجح التغيير، ينجح التغيير يا بارتلومي لوباز، وهنا يؤكد على النجاح ناصر صالح اليزيدي. برأسه لم تكتمل، بقدمه اليسرى اكتملت. هنا العرضية طالت على بن يطو، لكن تابعها بصورة جيدة ناصر صالح، أوصلها ناصر صالح، حضرها المدافع، ولكنها وصلت إلى الشباك ما بين البديلين. ولكن ناصر صالح تقدم بالنسبة لعناصر الأهلي. تغيير الاتجاه إلى الجانب الأيسر، تمريرة، البناء المميز، العميد، والثالث. الله 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 الله, الله. بالنيران الصديقة تسجل، بالنيران الصديقة يأتي التقدم، بالنيران الصديقة يتقدمون الأهلي، يتقدم العميد،
يوسف أو خالد يوسف يسجل بمرمى. نعم هذه التمريرة نعم إلى نويد، نويد وعرضيته لم تصل إلى عمر بل أوصلها خالد يوسف، بل سجلها خالد يوسف. وبالتالي يا خالد سويت يا خالد، ليش يا خالد، ليش يا خالد. نعم نعم هناك الأخطاء واردة بعالم كرة القدم، لكن يا خالد رجعوا بصعوبة يا خالد. وهنا يأتي عيسى عبد الباسط بتدخله المميز أمام بنيطو وإبعاده للكرة. إدريسا دومبيا إلى الجانب الأيمن، هذا الارتداد، هذا التقدم، عبد الرشيد وصلت، عمر علي، عمر علي، عمر علي، جول، يا الله يا الله يا الله. كراوي إلى إنجاز أهلاوي، بدأت بالتدخل من عيسى عبد الباسط النجار أمام بنيطو بهذا الارتداد. عبد الرشيد إلى عمر علي، عمر علي يا عيني عليك يا يابش تسوي، يأشر على عقله ويقول أنا المجنون، يأشر على عقله ويقول أنا المجنون، مجنون بكرة القدم. يسجل الرابع الموهوب، يا عيني على حلاوته، كرة القدم النظيفة. تنخرة لصالح نادي الشمال، موريو يلعب كرة خطيرة 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 خطيرة. الهدف الأول يأتي لصالح نادي الشمال. سالمين الرماحي، سالمين الرماحي يسجل الهدف الأول. سالمين عتيق الرماحي من الدوري الأسباني، قادم من الدوري الاسباني، لعب في الدوري الايطالي. موريو اللي لعب مع نادي اتلانتا وفالنسيا ولعب مع برشلونه، لاعب الكولومبي جيسون موريو. بينما تمريره كانت رائعه، ثاني خطا يا عبد الله، حاسب يا عبد الله، الثالثه ثابته يا عبد الله. كره بتلعب مقطوعه الكره الماضيه، عادت الكره بشكل سريع، الله الله على قطع الكره، عادت الكره عثمان الاهري، عثمان عثمان لبولي. نعم 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 نعم، عندما تعطي المجال لنادي الغرافه فبالطبع سيسجل. يوهان بولي يضع الكره في الشباك، يوهان بولي يضع الكره في الشباك بعد قتال. شوف شلبان عبد الله بطريقه رائعه، والتمرير لعثمان الذي اكد اصراره بان يتوغل ويعرض الكره الماضيه ليوهان بولي الذي وضع الكره في الشباك لان يعدل النتيجه نادي الغرافه. نعم اللي ضيع هناك يقبل هني يا نادي الشمال، اللي ضيع هناك يا ريكاردو راح يتسجل عليه من قبل نادي الغرافه، لان الغرفاوي لا يمزح. الغرفاوي الركنيه، الهاشمي على التنفيذ، كره بتلعب الان، محاوله لنادي الشمال. الله 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 الله، ريكاردو جوميز يترجم، والرد السريع بان ريكاردو جوميز يجب ان يسجل ليترجم كل مجهوداته، ولكن خير ترجمة. ما أجمل هذه الترجمة وما أجمل هذا الإنهاء. ريكاردو غوميز يضع الكرة في الشباك بطريقة رائعة. يا الله يا الله يا ريكاردو يا الخيال. نعم بهدف كان عالمي من قبل رودريغو تاباتا، لمسة من جديد إلى الأمام، لعبة مرور ممتاز عن طريق مصطفى عصام، اللعبة العرضية جميلة حلوة حلوة للأول جول، للأول جول، جول 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 جول. كروية حاضرة من الناحية اليمنى، عانك على لعبة مصطفى عصام وعانك على الاستقبال، ومن ثم وضع الكرة في زاوية صعبة على شهاب ممدوح. أشرف بن شرق المرور، يا الله يا الله على المرور في اللعبة الماضية من أشرف بن شرقي من أمام عبد الله محمود ثابت، اللاعب صاحب 21 عام وصاحب 29 عام.